القطاع ديال الحليوم والمجوهرات في المغرب ككل القطاعات الغير مهيكله كيعيش اشكالات كبيره رغم بعض المجهودات المحتشمه مؤخرا كاين بعض المجهودات مع مجموعه من المؤسسات. هذا القطاع هذا اللي الى حدود الثمانينات واوائل التسعينات كان المغرب دوله مصدره خصوصا المنتوجات ديال الذهب والفضه. اليوم نقدر نقول لك باللي ازيد من 90% من الحلي والمجوهرات اللي هي معروضه في المغرب سواء ديال الذهب او الفضه او الحلي المقلده اللي كيعرفوا الناس بالبلاكيور او البيجو فرونتيزي هي منتوجات مستورده او بالاحرى مهربه الى حد كبير. هذا خلق واحد الاشكال بالنسبه للعاملين في هذا القطاع، واحد العدد ديال الاوراش والورشات الانتاجيه اللي سدوا، كاين مجموعه من المظاهر اللي هي سيئه ولات واضحه للعيان. كفاش كنشوفوا التهريب بشكل واضح هادشي ونادينا المؤسسات باش يفتحوا تحقيق في هذا المجال هذا، خصوصا ان كنشوفوا باللي تقريبا بالارقام 90% ديال الفضه هي مستورده وفي واحد الجانب كبير مهرب، مؤخرا الذهب كذلك، وبالتالي هذا خلق واحد الركود كبير. هو هذا سؤال مهم ما يروج مؤخرا على المداهمه ديال الجمارك لواحد القصاريه اللي هي معروفه، هذا طبعا داخل في اطار المراقبه الروتينيه العاديه اللي كانت ديال الاداره ديال الجمارك اللي حنا كمهنيين كنشوفوها غير كافيه لاسباب متعدده. اولا تناول ديال مجموعه ديال المنابر الاعلاميه لهاد الاشكال هذا كيسيء للمهنه والاصحاب المهنه. مجموعه المنابر الاعلاميه تداولت باللي تم حجز مجموعه من او كميه ديال الذهب والفضه اللي هي مجهوله المصدر، هذا غير صحيح. الطريقه باش دارت المراقبه هي غير في نظرنا احنا غير كافيه وغير سليمه. الوضعيه ديال القطاع هي اخطر من هكا، كيتطلب من الاداره ديال الجمارك مراقبه بشكل اخر، وهذا كيحيلنا على الدور ديال هذه المؤسسه هذه اللي ان الاوان باش ترفع يديها على هذا القطاع هذا، لان الاليه ديال المراقبه الذاتيه للقطاع اللي خصها واحد اطار قانوني منظم لها الكل يوم في الناس الكل مجمع، الناس ديال القطاع سواء التجار او الصناع الكل مجمع بلي هاد الاليه ديال المراقبه البعديه ديال الاداره ديال الجمارك غير كافيه، حتى المؤسسه ما عندهاش الاليات الكافيه باش تراقب الاسواق ديال المغرب كلها. حنا اللي نبهنا ليه مرارا، وهذا الشيء انا نقدر نقول لك حتى ادعو المجلس اعلى للحسابات باش يفتح تحقيق في هذا الملف هذا خصوصا مع الاداره ديال الجمارك لانها اصبحت عاجزه عن تناول هذا الملف هذا بالشكل المطلوب. لان السلع اللي هي كتجي وهذا الشيء نبهنا ليه مرارا، السلع اللي هي كتجي من تركيا ومن دول اخرى هي بيننا وبين تركيا اتفاقيه ديال التبادل الحر، كاين اتفاقيه ديال تبادل المعلومات، يكفي ان هذه المؤسسه وحنا خبرناهم بهذا الشيء هذا، يكفي ان الاداره ديال الجمارك انها تستفسر من الاداره ديال الجمارك في تركيا. ما يمكنش السلع اللي هي خرجت ومصرح بها في تركيا باللي غاديه للمغرب وفي المغرب ما مصرحش بها باللي داخله. وبالتالي حنا كنشوفوا باللي القطاع ديالنا ولا اليه من الاليات ديال التبييض ديال الاموال، وبمباركه الاداره ديال الجمارك واش عارفين ولا ما عارفينش، هذا سؤال اخر، ولكن راه لا يعقل ان واحد نقدر نقول اي واحد باغي يدير التبييض ديال الاموال في هذه البلاد هذا ما عليه الا يمشي يجيب كميات من الذهب واخا ما يخرجش الفلوس ويجيبها، ولا شداتو الديوانه يدير معاهم هذيك المساله ديال الصلح وياخذ عليها وثائق بلي هذا الذهب هذا راه سليم ومصرح به. هذا اشكال كبير، هذا اولا التاثير ديالو السلبي على الاقتصاد الوطني، ثاني على الورشات الانتاجيه اللي هي كاينه، لان الصناع ما يمكنش يسكتوا على هذا الامر هذا، وهذا الشيء نبهنا ليه وعطينا باللي راه كاين واحد اللوبي وكاين واحد العصابه ان صح التعبير،
واحد العصابه اللي فيها اتراك وفيها مغاربه اللي كيستغلوا هاد المهنه هذه للتبييض ديال الاموال، وهذا الشيء عندنا عليه مؤشرات وقلناها للاداره الجمارك عبر الرسائل المتعدده. وفي نهايه الامر كنشوفوا المراقبه بهذا الشكل هذا اللي واحد السوق على كل حال هذا معروف القيصريه ديال المنجره هي قيصريه معروفه، الا كنا غادي نراقبوا غادي طبعا غنراقبوا هذه القيصريه ديال المنجره، ولكن كاين قيصريات اخرين هنا في الدار البيضاء اللي ما كيوصلهم حتى واحد. كاين قيصريات في مدن اللي هي صغيره، كاين مجموعه من المدن اللي كيتباع فيها العجب في لا الامور ديال التهريب غادي يتباع زعما في قيصريات معروفه، الامور ديال التهريب كتباع في الديور، الناس اللي كيهربوا كيجيبوا السلعه للديور وكيبيعوا للناس اللي كيفرقوا في مدن اللي هي بعيده على الاداره ديال الجمارك. وبالتالي احنا عينا من اننا دائما كنحسنوا الظن بالمؤسسات ديالنا وكنمشيو ونقولوا لهم راه هذا اشكال غادي نتعاونوا معكم احنا كمجتمع مدني، راه كاين مظاهر اللي هي سلبيه في القطاع. وفي نهايه الامر كنشوفوا الطريقه ديال المراقبه كيف دازت، هذا الشيء ولا تميع بشكل كبير، واليوم الحرفيين ولاو متضمرين من هذا الشيء اللي هو واقع. بالنسبه للتفاعل ديال المؤسسات، ما نقدر اولا انا عبد ربي من 98 او 99 الوقت فاش تاسس الاتحاد الوطني لحل المجوهرات، وانا في هذا الملف هذا مع المؤسسات ديال الدوله سواء الاداره ديال الجمارك، الطاقه والمعادن، الصناعه التقليديه، مجموعه من المؤسسات. فالحوارات اللي كانت كتكون، النقاشات اللي كانت كتكون هي دائما هي اللي كتكرر، ما كايناش اراده حقيقيه للاصلاح. انا كنتكلم من 98 او 99. اليوم الوزاره ديال الصناعه التقليديه اشتغلنا جميع على واحد المخطط وطني ديال الحل المجوهرات، نتمنه عاليا، اليوم باقي في المراحل الاخيره ديالو، فيه مجموعه من التوصيات حنا اللي اقترحناها كفاعلين في هذا القطاع هذا. كنتمناو ان دار خطوات ايجابيه. بالنسبه لواحد الملف اللي هو طارت عليه واحد الضجه هذه سنتين، هو ديال الرخص ديال التصدير المؤقت. هذا الرخص ديال التصدير المؤقت طبيعي في هذه الرخص هو انا كنتج واحد المنتوج او الصانع كينتج واحد المنتوج، ما كاينش كيفاش يكملوا في المغرب، كيصدروا مؤقتا باش يكمل على برا. الاليه باش كيدار في المغرب بالعكس، هو عباره عن رخص ديال الريع، صانع كيخدم في العام كله، على كل حال قبل كان كيتعطى المنهب بوذب، اليوم واحد كيخدم العام كله كنعطيه واحد لاغريمون، كنعطيه واحد الرخصه ديال 15 كيلو ولا 20 كيلو ولا 30 كيلو، وهي ما كايناش في راس ماله، كنعطوها ليه باش يجيب بها السلعه من برا. وكان الاتفاق ديالنا مع هذه المؤسسات باش تكون هذه الاليه هذه تجريبيه لمده سنه، ولكن بشرط السلعه تدخل سومي فيني نصف جاهزه. اليوم اللي كنشوفوا هو الناس كيجيبوا سلع جاهزه وكيطبعوا في الديوانه بشكل عادي، وهذا الشيء لا يمكن السكوت عليه. وحنا عندنا الصلاحيه اليوم وعندنا من حقنا اليوم اننا، وهذا الشيء فايت قلناه للمؤسسات ديال الدوله، في احنا عازمين اليوم كمهنيين باش نمشيو للقضاء، وانا من هذا المنبر ادعو مجلس اعلى الحسابات يفتح تحقيق في هذا الملف، لان احنا عندنا مؤشرات باللي فيه خروقات كبيره، خصوصا في بعض المسؤولين في الاداره ديال الجمارك. وانا اعي ما اقول، لان ماشي غير ما كايناش الاراده حقيقيه، ولكن الارقام الحقيقيه اللي حنا كنقولوا ونجزموا انها حقيقيه ديال رقم معاملات ديال القطاع هي ازيد من 20 مليار ديال الدرهم، والارقام الرسميه كتقول 2 مليار ديال الدرهم. وهذا الشيء فيه ان باش يتخبى هذا الشيء بهذا الشكل هذا، فيه ان. وفي الاخر فاش كتكون مراقبه عاديه غير كافيه كيتقال باللي راه دارت مداهمه وكتشوه الصوره ديال التجار وديال الصناع بدون وجه حق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.